تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة من مساءات مساء الخير يا أمير. أسعد جدا في هذه الحلقة أن يكون حواري من الغلاف للغلاف ومع ضيف مشهير ومعروف جدا الأستاذ الكاتب الصحفي محمد عبد الماجد. مرحبا بك أستاذ محمد في مساء الخير يا أمير. أهلا وسهلا بك بشيبة، أهلا وسهلا بمشاهدي قناة مدرمان، وإن شاء الله نكون أمراء يعني الليلة، رغم أني أتفق معك في أنه هيكون مساء، لكن حكاية أمير دي شوية ثقيلة. هذه يعني زي حتى زي يعني زي أمير يعني ما شاء الله. مرحبا بك. دائما في مساء الخير يا أمير هي مساحة للتوثيق يعني، ومساحة لأنه الناس تتعرف عليك عن قرب من خلال المعلومات المكتوبة عندنا في الحوار، أنه الأصول ترجع إلى مدينة شندي. عندما تذكر شندي بالتأكيد ذكريات كثيرة جدا، وبالتأكيد ملامح وصور عابرة كثيرة تدور في الذاكرة. والله يا أخي طبعا شندي بتشكيلته وبتكوينه المختلف وفيها كل الثقافات وفيها كل الألوان وفيها كل الحراك، يعني شندي المحطة السكة حديد، شندي المشرع، شندي السوق، شندي فوق، كل الحاجات دي بتلمس فيك وتطلع فيك حاجه مختلفه. انا زول بتاع يعني ولاد سكه حديد، نحن يعني الطفوله بالتاكيد لها الطفوله في سكة شندي حديد يعني في شندي في مراحلنا. ما اتولدت في شندي، انا اتولدت في الشرق بالمناسبه. وين في شرق السودان؟ في منطقه كوموسانا يعني محطه تبعد 5 محطات من مدينه بورسودان. اتولدت هناك، تنقلت مع ابوي في عده محطات. الاصول الابوي من غريب شندي، منطقه قريه بقروسي. الوالده من منطقه كابوشيه. موزعين القرايه كلها، المراحل التعليميه في منطقه شندي. الطفوله في السكه حديد. التنقل ده، التلون ده يعني اثر حتى في 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 تصرفاتنا، في مزاجنا، في ردود افعالنا، وبقى حاضر يعني. مرحلة الأساس، دراسة الأساس كانت في مدينة شندي. مرحلة الأساس وشيبة كانت في مدرسة الشمالية، وهي من المدرسة العريقة في شندي، يعني تأسست 1912 وهي قريبة اللي بتقع في مربع 2، قريبة للسوق في شندي. ودي مدرسة بالمناسبة درس فيها الفنان دي، ودرس فيها الفنان الطيب عبد الله، وفيها أسماء كل كثير من الأداوية تخرجت ومرت عبر مدرسة. نحن بنحييها، هي من المدارس الخالدة، من العلامات البارزة في مدينة شندي. من تذكر من الأساتذة؟ من تذكر في تلك المرحلة؟ في 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 مدرسة شندي كان في أستاذ الجمري، وكان في أستاذ حسن، وكانت في أستاذة نجاة، يعني كثير من الأساتذة اللي بيخلقوا فيك فيهم صفات زمان، يعني الأستاذ المربي، الأب، المعلم اللي بيكون حاضر معاك وبدرسك حتى انت في الشارع، انت في الحفلة، انت في الجيران. ما حكاية بتاعت 45 دقيقة او مدة الحصة او اليوم الدراسي وانتهى علاقته بك، لا. يعني اساتذتنا زمان بتابعوك في الميدان الكورة، بتابعوك في الشارع، وتخلي لهم الشارع وتشوفهم في الحفلات وتمشي في النادي، وكانوا ذاتهم هم كأنه شغالين في المباحث، يعني بيمشوا حتات تبقى القرايه مدقده كده. طيب يعني مرحله المتوسطه مرحله نضوج عقلي بالتاكيد، يعني في قصه انه في استاذ شبه كتاباتك بطه حسين، يعني هل كانت هذه التشبيه او هذا التشبيه مسار او يعني لقيادتك لانك تكون كاتب بدرجه كبيره جدا من الموضوعيه والعقليه والسخريه في نفس الوقت؟ يعني والله طبعا شبهني بقصه شنو بطه حسين، سخريه مني يعني، مش عشان الناس. قال لك شنو؟ انا اتذكر يعني كان في حصه الانشاء طالبوا الاستاذ اللغه العربيه طالب مني ان نكتب موضوع عن المخدرات، وذكر انه يعني المخدرات في وقتها يعني ما متاحه زي الان، مثلا تخش النت بتجيب معلومات، الفضائيات بتناقش كل يوم الموضوع، ما كان متوفر ثقافه الناس فيها. لكن مع ذلك انا اتذكر كتبت موضوع اظن فيه 19 صفحه في المخدرات دي، يعني تفشيت فيها تماما. فلما قدمت الاستاذ جمع الكراسات بتاعت الانشاء، انا الزمن ذاك بخط اليد، ما في بخط اليد والحبر والتتملي وكده، فجمع الكراسات بعد 4 أيام 5 أيام وقسم الكراسات، وزع اسامي كل الطلبه في الفصل، انا اسمي ما زعم. انا افتكرت ان فيها تحفيز ولا طبعا مبسوط على الكم انه كتبت 19 ورقه خلاص. فالاستاذ قال لي محمد عبد الله تتعاد لي في الفصل بعد نهايه الحصه. مشيت لي برضه يعني متفائل خير انه والله في تحفيز، في اشاده، في كده، فرحان شديد فرحان شديد. فمشى بقلب في الصفحات كده زي الواتساب الحس يعني،
فبقلب في الصفحات كذا قال لي يا اخي انت قايل نفسك طه حسين جاع جدع الكراس بالشباك. فالحكايه دي اثرت فيك؟ اثرت فيني لكن ادتني برضو الاحساس بتاع التحدي. ويمكن يا ابو شيبه حصص اللينس شاديمه ان احنا رغم اننا مشينا في مجال صحفي مجال اعلامي مجال مهتم بالكتابه لكن حصص الانشاء زمان كان بتحصل لنا فيها اشكاليات كثير انه ما تكتبوا برا الموضوع وانه شنو ما بعرف والتحذيرات شديده يعني انا كان طولت كان يقول لك يا اخي ابدا بالمقدمه الموضوع الختام يعني طريقه كده غريبه طريقه تقليديه بتخليك مكبوت كده في الكلام مكبوت. انا لما اكون دا اكتب موضوع انشاء حتى لو في المخدرات بكون دخلت عثمان حسين دخلت وردي دخلت قصيده لشاعر من الشعراء فالحاجات دي الاستاذه كان بيرفضها وكان دائما بيكتب لي يا اخي لا تخرج على الموضوع. صادفت انه الواحد بعد ما جاء مارس الصحافه اكتشف انه الصحافه هي مهنه الخروج من النص. حنجي للصحافه لكن كان عندك علاقه مبكره جدا بمجلات وصحف في وقت مبكر يعني مجله الصبيان ومجله الصباح وحتى الكابون اللي كان بيكتب ويرسل للمجلات والجرائد. دي علاقه مبكره جدا مع الكتابه وعلاقه مبكره جدا مع لغه الصحافه ذات نفسها يعني. والله شوف انت ما مخطط انك تبقى صحفي لكن هواياتك بتلقى انك مهتم بالحكايه دي مهتم من بدايات انه مثلا ابوك يجي اخر الساعه 2 شايل جريدته تلاقيك انت تقرا العلاوين ومستناه وقاعد وراه مثلا في السرير عشان تشوف الموضوع اللي بيقرا فيه والعمود اللي بيجيب فيه الخبر بتنتظره مثلا ساعه ونص او لما ينوم الجريده تقع منه عشان تشيله تسيفه. انا راسلت جرائد وانا في منطقه الشندي يعني من حتى في الجرائد الحائطيه بدا تشكيلنا الصحفي يعني من انا في المتوسطه طلعت صحيفه سياسيه صحيفه حائطيه في الثانوي عالي طلعت صحيفه حائطيه في الجامعه طلعت صحيفه والغريب انه بطلعها وبكون ما معروف انا منه بس بطلعها باسم وهمي باجي الصباح بدري مثلا اسم وهمي ده كان شنو؟ مرات ابو الجود ومرات يعني اسماء كده من اسامي الناس الشايخه في الحله يعني من الاسامي التقليديه مثلا ابو فاطمه ابو كده فالحاجات دي فبدت علاقتنا من المكاتبه بالبريد انك تكتب ورسالتك تنشر او تجي بعد 15 يوم او بعد 3 اسابيع وتنتظر وتترقبها في كل يوم. دي ذاتها خلقت بينك وبين الصحيفه موده انت دار تشوف كل يوم هل قصيدتك او موضوعك الرسالته اتنشر ولا ما اتنشر. طيب يعني برضو مرحله مهمه جدا من مراحل حياتك وبداياتك مدرسة المكنمر يعني بمدينة شندي بالتأكيد عندك فيها ذكريات وعندك فيها أصدقاء وعندك فيها صور كثيرة جدا ما بتقدر تنساها اليوم الليلة. والله مدرسة الثانوي العام زمان كان يعني مدرسة فترة عصيبة زي الإلزامية كان بدخلك الحياة اللي بيكون فيها القراية الثقيلة ديك والامتحانات والاختبارات وكان الناس بتخش مرحلة المذاكرة بالليل لأنه في مذاكرة والطابور الصباح كان صعبة المرحلة المتوسطة 3 سنوات بتكون صعبة جدا خاصة لفترتنا نحن لأن كان في إشكالية بتاعت في تمرد على القراية أنا يعني أنا بحفظ هنا البشيبة يعني لدور الوالد ويمكن دي مرحلة محور حتتكلم عنه لكن لو أنا لو ما أبوي متابعني وكل يوم بيجيبني المدرسة وبتابع كراساتي والدوك شنو ما كان حكون أنا قريت يعني كان عندي احتراض وبزوغ من الحصة وبدق من أدق الحصة وبغيب كثير كل الحاجات بتاعت اللي نادي يمكن مرت كنت على الدراسه شديد يعني كان في حتى لما وصلنا الجامعات يعني عدد المحاضرات اللي بنحضرها بالعدد يعني مرات ما تجي لي الامتحان غياب كثير لكن دي بس يعني نفعني فيها انه ابويا كان زول بحب القرايه ومهتم وحريص جدا يعني انا متاكد 100% انه لو كنت ود اي زول ثاني حتى لو ود مثلا زول مسؤول او طبيب او زول برضه مهتم بالقرايه لولا حرص الوالد ما كان حقدر انا متاكد الوالد يعني عبد الماجد في سكه حديد من عمال سكه حديد او موظفي سكه حديد ابوي من الناس سكه حديد اللي هو ناظر محطه يعني برضه نحن حبينا سكه حديد من صفاره الصفاره بتاعت القطر حوام تبوي مثلا في الرصيف التعاون بتاعهم بتاع الدفاتر الانضباط روح الانضباط عنده عالي روح الانضباط والاشاره والتلفونات والمحولجي والكشك والاشرجي وقطر البضاعه والفرمله دي تفاصيل كل حاجه فيها بيكون فيها علم وبيكون فيها حياه وبيكون فيها كثير من التفاصيل اللي بتلقاها انه من غير ما تشعر اتغرزت فيك جيت استفدت منها بعد سنوات انا عرفت يعني. انه يعني الوالد كان يلقب يعني صوت العرب لحنكته وحكمته يعني والله يا ابو شيبه انتم مذاكرين كويس يعني ابويا كان صوت العرب كان يعني زول بتاع ونسه وصوته جهور
ويعني حتى محبوب وسط الجماعات ويمكن كثيرين بيعرفوه عاصر في السكه الحديثه، كان زول معروف يعني حتى في المحطات الثانيه عبد الوهاب محمد الحسين صوت العرب تسميه على اذاعه صوت العرب، انه كان ما بيسكت يعني في المحطه صوت مسموع، صوت مسموع وصوت بتاع ونس، وزول مثقف وزول كان بكاتب بكاتب وبراسل الصحف يعني في 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 مختلف محطات، في حتى ارشيفنا نحن مثلا عنده مقالات نزلت في في السبعينات في الثمانينات في التسعينات، عنده راي في كثير من القضايا السياسيه، عنده دور حتى في في التشريع بتاع السكه حديد، اسهامات في الورش، كان يعني زول ايجابي وكان زول محبوب، وكان يعني حتى الركاب انت علاقته اتعدد بتاعت انه علاقه مع الزملاء او الناس الشغالين معاه في السكه حديد امتدت للركاب بتاعنا السكه حديد، ناس القطر ناس المشترك يشغلوه، كان زول شعره مشيب كده ده يعني شعره ابيض وزول اخضر يعني فيه ذاته بتحس انه فيه كاركاتير كده، ايوه شخصيه كده تفاصيل سكه حديد يعني شخصيه بتاع السكه حديد، الكاكي والجزمه وكل التقاليد والثقافات الانجليزيه زمان يعني اترسخت ونحن شفناها في الوالد. طيب يعني والد بهذه الشخصيه الكبيره جدا بالتاكيد اثرت فيك، هل كان انه اندفاعك للكتابه، هل اثرت فيك هذه الشخصيه وخلتك انك تكون محمد عبد الماجد المعروف اليوم بكتابات كثيره جدا، يعني كتابات ساخره كتابات ناقده بطريقه غريبه وجميله وبقت محببه للقارئ السوداني؟ شوف ابو دخلت فينا حاجات من غير ما نجعل مثلا بيقول لك اكتب اسمك واضح يعني في الكراس لما انت تكتب لي جواب هو بعيد منك بيقول لك ما بحب الخط اللعوج ما بخط اللعوج، وبقول لك اهم شيء النقطه مثلا اسمي محمد عبد الواحد محمد الحسين، لو مرات في كثير من الاوراق بيسقط حرف الياء وتسقط النقاط تبقى عبد الواحد محمد الحسن، تلقى احترض احتراز شديد يا اخي اسمك ده احرز عليه، واسم دي ادتني احساس منه والله نكون مذولين ونكون الاسم ده نحاول نقدم به شيء للمجتمع. غير كده يا بشيبة يعني ابويا كانت حتى علاقاته زمان مع المجله والمصور والاكتوبر والصحف والمجلات المصريه اللي كانت بتيجي زمان بالبوسطه بالقطر وبتابعها حتى برسلها له هنا اصحابه مثلا في الخرطوم اغرباء انه عارفين انه والله يا اخي الجريده كل مثلا المجله بتيجي كل شهر كل 15 يوم هو حريص انه متابع كلها، كان بيقرا للناس احسان عبد القدوس، نحن انا الى الان بتذكر تفاصيل مثلا صوره خالده في ذاكرتي انه مثلا ابوي بيكون بيقرا في عمود احسان عبد القدوس المقهى السياسي واحسان بابتسامته في العمود، علاقته مع ناس انيس منصور، علاقته مع دي كل الحاجات دي اتنقلت لنا مع الشاي ومع القهوه ومع لمه البيت وفي البيت واللقمه اللي بناكلها وبنناقشها في الصينيه، اللمه اللي افتقدناها حس يعني حتى انا افتكر انه كثير من ادوار الاباء الان ضحفت يعني بقت الابناء بقوا شركاء لحاجات ثانيه، الفضائيات النت الواتساب، زمان نحن اوقاتنا دي كلها مالنا بابوك واقرا وشوف الحاصل شنو وكده، ما كان دي كانت حياتنا. يعني على ذكر الاسره عايزين نتعرف على الاسره الوالده والاخوان. طيب انا زي ما تكلمت عن ابوي برضو انه يعني انا افتكر انه عندي الوالده يعني ربنا يرحمها برضه هي كانت يعني زمان كانت مثلا بتخصم من الحله من قروش مصاريف الحله مثلا وقروش السكر والشاي عشان تديك تشتري جرايد، يعني تديك جرايد تجيب جرايدك براك يعني تشتري جريده رياضيه تمشي تشتري لك مجله، كانت حريصه جدا انها في كل يوم تجي تقول لها يا محمد دي مثلا قروش تجيب لك جريدتين وانا بستنى قروش اني اخش الكوره قروش كده. عندي برضه حاجه مهمه جدا والحاجه دي محتاجه لدراسه انه الاخت الكبيره دائما في الاسره السودانيه بتمثل نموذج بتاع المروه والشهامه والتضحيه والفداء، برضه اختنا الكبيره سيد عبد المجيد برضه تحملت المسؤوليه وبتلقاها ربت اخوانها وعاشت معاهم، ودي كلها في كل البيوت السودانيه بتلقى ضحت خلت تعليمها مثلا اتحملت المسؤوليه بتلقاها بتاثر على نفسها، ويمكن من هنا طلعت حكايه انه الناس ديما بغنوا للاخت ويقول لك انا اخو كده وكده. فانا دي عندي برضو اختنا امال عبد الماجد في جامعه الخرطوم معلمه، استاذ برسي عبد الماجد في شندي استاذ ثانوي عالي، ديل برضو كان علاقتهم مع الكتب علاقه حميمه، يعني يجيبوا كتب علي المك، يجيبوا كتب صلاح علي ابراهيم، لو في حاجه مهمه انا حتى في حاجات بتكون يعني اكبر من عمرك انت بتسرقها وتقراها تطبيق بيها بتضيف لك بالتاكيد بالتاكيد يعني اسره تعشق القراءه بالتاكيد وبتراجعك وحريصه انه مثلا تقرا وانك تتابع وانك لو في حاجه جيده حتى علاقه الناس فيك لما تكون في قصيده ولا في اغنيه جديده بيجي يوروك لانه والله طلعت كده حاسين انه في اهتمام ادبي او اهتمام
بالناحيه الثقافيه دي، حتى دول يكون ما عنده علاقه بيك مثلا في سكه حديد او في او في شغل او في كده، لو لما يلقى له حاجه تقع حاجه في يده، كتاب جيد، قصيده جيده، بيجي يوري ويناقشك فيها في وقت مبكر، يعني احنا في الثانوي العام، في الثانوي العالي، في الابتدائي. دي الحاجات دي يعني خلقت فينا الروح بتاع. طيب يعني على ذكر الثانويه، المرحله الثانويه، مدرسه عبد الله الحسن يعني من المدارس المعروفه جدا والتي خرجت يعني اجيال وشخصيات سودانيه ثروه جدا، هل كان لهذه المدرسة جزء من يعني تكوين شخصيتك الصحفية والإعلامية والثقافية في ذات الوقت؟ كيف رسمت هذه المدرسة؟ عبد الله الحسن كان يعني الثانوي العالي بيكون فيه شوية بتاع مساحة بتاعت حريات، يعني بتتنفس أنت، إذا كنت بتلعب كورة بتصهر مواهبك، سواء بتكتب شعر، بتكون شخصيتك، بتتكون شخصيتك. عبد الحسن، مدرسة عبد الحسن في شندي برضو كان فيها مسرحة، فيها جمعيات الأدبية، فيها نشاط الرياضي الكبير جدا، فيها تلاحقة، فيها يعني برضو كانت منبر من منابر شندي زيها وزي الإذاعة. سرها شنو المدرسة دي؟ سرها إنها يعني جمعت أولاد شندي، يعني يمكن عبد الحسن مثلا في مدرسة الأهلية لامة كل مثلا الناس الولاية، ناس من المتمة، ناس من كابوشية، ناس من أم علي، ناس من المحمية، ناس، لكن ناس عبد الحسن فيها خصوصية شندي، يعني بتلقى فيها ناس مربع واحد، وناس شندي فوق، وناس قديم، وناس معليش، وناس بادقس، كل الاحياء دي. عشان كده كانت العلاقه بيناتهم حميميه، الارتباط بيناتهم انه والله يا اخي يطوروا المدينه، لو في تشجير، لو في عمل ثقافي، لو في تكريم، بيكون الاهتمام اكبر في مدرسه عبد الله الحسن. طيب يعني في المرحله الثانويه بالتاكيد انتقلت الى الجامعه، لكن قبل ما نخش للجامعه عاوزين نعرف احرزت كم في المرحله الثانويه؟ الزمان ده بيقولوا ما كان بيجيبوا حياه عاليه لانه التعليم كان صعب. انا بفتكر من الجامعه يعني من الثانوي العالي للجامعه جبت افتكر كم، 70 71 ولا 72 ولا كده. بالنسبه اهلتك لدخول القانون جامعه النيلين، القانون جامعه النيلين برضه كان يعني القانون برضه بحس به شخصية الوالد، يعني برضه تأثير الوالد عن الشخصية الإعلامية، الجزاءات، الصرامة، الانضباط، النظام، الالتزام، الشخصية الافتراضية اللي بيخلقها القانوني مثلا سواء كان محامي، سواء كان وكيل نيابة، سواء كان قاضي، يعني في علامة مبرزة كده، يعني في اتجاه زمان انه الواحد كله دار يبقى طبيب، يعني مثلا الطفل بتسأله او الأسرة بتكون دكتور، طيار، دكتور، طيار كده، محامي. لكن انا افتكر انه الدراسه القانونيه فيها شيوع اكثر، يعني انت لما تكون قانوني بتكون علاقتك بالمجتمع وتفاعلك مع الاحداث السياسيه، مع الاعلاميه، مع الوسط بيكون اكبر من انه دراسه ثانيه، الدراسات الثانيه فيها خصوصيه اكثر، حتى الطبيب رساله انسانيه لكن فيها التخصص، دايره انك تمشي في اتجاه واحد، لكن القانون داير انك تكون مليم ومدرك وثقافتك تكون عاليه وتفتحك وكلامك، وحتى يكون عندك شقاوة كده وعندك شيطنة. الشقاوة دي ربما في القانون دفعتك ل، هل القانون برضو له دور يعني مع الشقاوة دي للدخول للإعلام في أنه تكون يعني بقى عندك سند قانوني في التحدث، في الكتابة، تعرف تكتب شنو ما تكتب شنو؟ والله السنة القانون بالتأكيد دعمك في الإعلام؟ بالتأكيد، يعني بخليك أنت عارف الحاجات، الخطوط الحمراء شنو، عارف التجاوزات شنو، عارف انه والله يا اخي المواد دي ممكن تعرضك لشنو، الاشكاليات، غير الثقافه اللي اصلا بضيعه، ما هي الصحافه برضو كسلطه في النهايه هي سلطه رابعه، والقانون يعني جمعتهم الاثنين. والله يعني جمعتهم، لكن ما ثاني بعد ما درست القانون مثلا ما مارسته، انا طوالي اتجهت للصحافه، ويمكن اتجهت للصحافه حتى انا طالب جامعي، او حتى من الثانوي العالي انا براسل بصوره منتظمه للصحف، ويمكن برضو انضمامي للصحيفه كان بموقف برضو غريب شويه يعني. طيب احنا قبل ما نخش للصحيفه، جو الجامعه ودراستك للقانون، كده احكي لنا الجو كان شنو؟ هل حتى تعبيرك لدراسه القانون او طريقه دراستك للقانون كانت طريقه صحفيه في تغطي الحقائق في حاجات كده معينه؟ والله شوف برضو يعني زمان الطالب الجامعي او طالب بصوره عامه يعني فيه شخصيه اعتباريه، يعني انت بتجي البلد وتمشي الاجازه، جيت ماشي وين، وماشي الجامعه وراجع من وين، ودرت اخيط لك ملابس للجامعه، بتلقى ناس الحله ذاتهم وضعوا فيك مسؤوليه كده واهتمام، ودوك هيبه، ودوك تقدير، الان ما في، يعني الحاجه دي مهمه جدا انها تخلق شخصيتك، تحسسك بالمسؤوليه، تحسسك بانك والله يا اخي لازم انت رسالتك دي تواصلها. الجامعه كان فيها النشاط السياسي برضه، الاركان النقاشيه، الناس تطلع مظاهرات، الاحتجاجات، التلاقح الثقافي المختلف مع كل انحاء السودان، الروابط، روابط الشريك، روابط القريب،
روابط الشمال، روابط الجنوب، كلها بتعرض لك على مسرح واحد في اركان، في الكافتيريا، الحياه بتاعت الجامعه. ونحن مثلا جايين من اغاليم برضو فيها اختلاف، تعمل لنا النقله. وانا بصير يا بشيبه على الاحتفاظ بعنصر الدهشه، يعني انا دائما بكون بقيف عند عمر الطيب الدوش في يجيني زمن امتع نفسي بالدهشه. انت اذا فقدت الاحساس بالتمتع بالدهشه والاحساس بها وانك تتخلع بالحاجه ما بتتعلمها. عشان كده الان يمكن من العيوب الظاهره انه عنصر الدهشه غاب، ما في حاجه مثيره. الخيال ممكن الواقع يكون اعرض منه، ممكن يكون اكثر منه، لكن زمان احنا ممكن تدهشنا اي حاجه، يعني في الشارع نشوف عماره كبيره من كم دور ندهش، نشوف قصيده، نشوف كلمه جميله، نشوف مسرحيه، كل الحاجات دي لما تدهشك بتتحفر في وجدانك. يعني محمد، يعني على ذكر الدهشة، ربما الكاريكاتير له دهشة عند القارئ السوداني، يعني تندهش لما تلقى انه رسام كاريكاتير قدر انه يوصل لك فكرة من خلال حاجة بسيطة جدا. نبض الكاريكاتير يعني صحيفة بدأت بها انت وشكلت يعني بداياتك الصحفية الجادة، ممكن نقول كده، كلمنا عنها بديت كيف، واول يوم مشيت عليهم 200 وراسلتهم كيف. طيب انا كنت يا بشيبه من شندي براسلون هناك بمواد بكثافه يعني، وبتنشر بقت تنشر بصوره ثابته، وتعرفت لدى اداره الصحيفه وحتى لدى الغراء انه والله محمد عبد المجيد شندي او محمد عبد المجيد غانون النيلين، نزلت لي مواد بصوره حتى بصوره اسبوعيه ثابته. الى ان استمرت الحكايه دي 7-8 شهور وما جت الجريده كلها دي بالبريد. اداره التحرير انا اتذكر فيها ناس منعم حمزه، ناس رئيس مجلس الاداره طبعا محمد احمد كرار، في امل صلاح توفيق، في منى سوميت، في معاويه جاك، كل الناس دي، ونمير الشلبي طبعا، وعلي همشري. كان نزلوا نداء في الصحيفه انه على الاستاذ محمد عبد الماجد مقابله، ما بعرفهم الوقت ذاك ولا انا بعرفهم، مقابله سكرتاريه التحرير لامر هام. انا زول قريت كيف الخبر ده؟ اتفاجأت يا ربي، في شنو؟ في تحفيز، في المهم حسيت بثقه كده باطمئنان انه والله في مربع معين كده في الجريده علي، انه طبعا ما في تلفون، ما في وسيله تواصل ثاني، وما قاعد اجي الجريده. فمشيت، جيت من شندي هناك، ركبت باصاتنا ناس البراق والنجم الذهبي، برضه دي حياه فيها تفاصيل كده جميله، تفاصيل جميله، والتحدي، وقبل التحدي الشارع بتاع التراب وكده. فجيت مبانينا كانت في جوار السفاره الامريكيه، ها جيت وشايل شنطتي وماشي، وفيني كل العناصر بتاعت ممكن تكون اغليميه، الزول المندهش برضو، الرهبه، الخوف. جيت سالت، قعدت في الاستقبال، يقعدوك في الاستقبال، حركات ناس الخرطوم دي يعني، يقعدوك شويه كده 10 دقائق يعني. اي والواحد ما يسمعك، انت داير شنو ثاني بعد شويه، في شنو وكده. كل التفاصيل دي مرينا بها، وقعدت الى ان قابلت سكرتير التحرير الوقت ذاك امل صلاح توفيق، لها التحيه. فقامت قالت لي يا اخي والله يا محمد احنا داينا شغلك معانا بصوره رسميه. كده طبعا اتفاجأت، انا زول طالب وزول كده، وحيعينوا لي مرتب، ورتب الكاريكاتير الوقت ده كانت بتوزع يعني ارقام خياليه، 100,000 نسخه، وعندها تاثير في الشارع السوداني، وخلقت ادب جديد، ادب ساخر. يعني زمان الناس بيتعاملوا مع الادب الساخر كحاجه زي التحليه كده، ما حاجه ثابته يعني، بقت مدرسه جدا وثابته وبصوره يوميه وروتينيه، والناس ارتبطوا بها. حتى ادوات التسالي كان فيها عز الدين عثمان الكاريكاتيرست الكبير، فيها منعم حمزه، فيها ناس علي الدويد، فيها بدر الدين، فيها فارس، يعني الاسماء دي ذاتها اتعلمنا برضه منها الحياه السخريه والخفه، وانك تكون لماح، وانك تكون ذكي، وانك تعرف الحته دي تمسك الموضوع. لما انت تجي تمسك موضوع تعرفه انت بتمسكه من وين، الحته اليد اللي بتوجع الناس شنو مثلا، النقاش شنو، تربط الغاري كيف، دي كلها كانت مدرسه لينا في دار البلد عبر صحفنا بتاع الكاريكاتير، قلب الشارع السياسي، كانت ميدان زي انك بتشيل كورتك دي تمشي الدافوري تلعب، دار تلعب راس حربه بتلعب، دار تلعب صانع العاب بتلعب، دار تقف حارس مرمى بتلعب، دار تبقى حكم. دي كل الحاجات دي خلقت فينا القدره على اننا نتعامل مع كل الوان الصحافه، سواء كانت حوار، مقال، تسليه، سخريه، مواضيع جاده،
حوارات، تحقيق كل الوان الصحافة. وبرضو يعني خلت فيكم المقدرة على إنك تحرر 3 صفحات أسبوعية، تمر الفكي وشواطئ التسكع وملامح الدهشة. كل صفحة كان لها بصمة في شخصيتك بالتأكيد. بالتأكيد أنا يعني في الشعراء طبعا عنده الحركات، بسيب الواحد لما انتزل يقول لك القصيدة دي والله زي بنتي أو زي ولدي مثلا، ما بقدر أحدد لك نفس الحكاية. أنا حسي الصفحات بتكون زي بطاقتك الشخصية. أنا الآن برضو مثلا عميتي البكتبة يعني بحس بإن كائنات، إن جزء مني، إن أبناء لي، إن بتعكس لي وجهة نظر، إن شريك لي. يعني أنا أكون مثلا ما أكل بشرب نايم بكون بفكر في حاجة مثلا تنزل بكرة تنزل بعد بكرة، بكون مهجز بالحكاية دي إني كده. النوع اللي بدون بطرف كده بدون يعني بدون، ومرات ما تدون تخلي الحكاية تتخمر برا يعني كأنها رافضة تطلع يعني. مرات لا تدون لا تتكتب يعني، تجي عشان تكتبها تلقى إن الحكاية ما اكتملت، تخليها تمشي لموضوع تاني، تجي بعد شهرين ثلاثة بعد سنة تلقى الحكاية اكتملت كأنها وليد اكتمل. في كونت انا يعني ملامح للدهشة صفحة كانت في قلب الشارع، كان فيها صابع عيناتك نافذة شعرية، كان فيها رسائل ضل الطريقة اليك، في شواطئ التسكع، في تمر الفكي، كان في باب ثابت مثلا قصة لم تنتهي بعد، يعني فيها حكايات. المواقف برضو خلقت لي انه مواقف دخلتك في اشكاليات. القصص اللي بتجي زول يجي يقول لك والله القصة دي منطبقة علي انا، يعني يجيك زول يقول لك والله دي حكايتي انا، تدخلك في اشكالية مع ادارة التحرير وما، وتبدا في انه تقنع الزول ده والله الكلام ده خيال سائل، الكلام ده ما منطقي، يقول لك لا الحاجات دي كلها حصلت عليك. لكن وين بالمقدره الكبيره دي يعني 3 صفحات اسبوعيه يعني محتاجه تفرغ كبير ومساحه من الوقت يعني، ولابد تكون مجيده هذه الكتابات. شوف الى الان انا اي محترف وبشتغل كمهنه، لكن الكتابه عندي هوايه يعني بستمتع بها يعني في المقام الأول يمكن أمتع لي لحظات، ناس يقولوا يشاهدوا كورة، ناس يقولوا يحضروا فيلم، ناس يكون، لكن أنا أمتع اللحظات لي إني ساعة تكون بيني وبين الورقة أو بيني وبين الجهاز بنزل لي في حاجة. يعني لما الأفكار تجيك وتكتب دي نشوة كده، ولما تنتهي ولما تقيف ولما تقرأ بكرة في المكتبة ولما تقول والله مفروض يكون كده، في حوارات دائرة بتخلق بيناتك انس والف وحله وعشره وكل التفاصيل الدقيقه دي بتخلي انك مستمتع بالحاجات دي. ما حكايه بتاعت انا والله مجبور ولا انا شغال ولا مثلا حكايه بتاعت مرتب انا داير ولا التزام، لا. الى الان انا اي حاجه فقدت اني احس بمتعه في كتابتها بقيف منها يعني. طيب يعني تحرير 3 صفحات اسبوعيه دي بقى شيء عادي عندك، هل ده غادك لانك يعني حاليا تكتب 3 أعمدة يوميه مختلفة في 3 صحف؟ يعني حياة غريبة جدا من المقدرة يعني ما شاء الله نقول، لكن البيزكس أو الأساس اللي اعتمدت عليه بالتأكيد هي قلب الشارع والكاريكاتير في تنمية المهارة دي. بالتأكيد يمكن نقطة مهمة جدا يا مشيبانا، لما مثلا كنت بكتب كميات كبيرة ممكن تكون الناس ما محسوسة إذا زي الآن مثلا إنه والله زول ده بكتب، لكن كنت في وقت يعني ممكن أكتب 3 صفحات بقت الآن كتابتها 3 أعمدة سهلة، رغم إنها محتاج إنها تتعامل مع القارئ باحترام بانه ما تكتب لي كلام، ما يكون في تشابه، يكون في موضوع اساسي، يكون حتى الان يا ابو شيبه مثلا، حتى زمان ما كان في فرصه انه مثلا زول يعلق لك على عمودك، الان لا، انت لو قصرت في حاجه ولا في معلومه غلط بتترشى في الواتساب، تترشى في الفيس. الغاري يعني الغاري بقى محكمه قويه جدا، يقول لك والله يا زول ده ممكن يوفر له الحاجه، ايوه، ممكن يشنعوا بيك في المواقع لو جبت حاجه غلط ولا جبت حاجه ما منطقيه وكده. فدي كل الحاجات بتخليك انك تكون حريص جدا في انك تقدم ماده تلقى احترام القاري. الحاجه الثانيه انا بفتكر انه السوداني بصوره عامه هو شخصيه سريه، يعني انا بفتكر انه السوداني قادر انه ينتج ويعطي، ويمكن الحكايه دي ما ممثله في مثلا في كتابه عمود، لا الان السوداني تلقى شغال بالصباح في شنو ما بعرف في السوق، وشغال في المكتب وعنده امجاد الميسا، وبيجي بيقرا جرايد وكله وبيقرا جرايد، وبيجي الصباح يقري الاولاد، ويجي الساعه 2 صباح ويتابع الفضائيات ب90 قناة عشان يشوف العالم فيه شنو. هل زمان عنده المقدره والمعونه الكافيه، عنده المقدره وعنده الثقافه وعنده القدره على التمييز وعلى تقدير الاشياء وعلى احكامه وعلى يشوف الجيد شنو والكعب شنو. طيب يعني برضه استاذ محمد، يعني 3 أعمدة مختلفة بأسامي جميلة جدا، دق الدلجة، عمود رياضي أيضا، جرايم دق سابقا، يعني الأسامي ذاتها في اختيار المفردة للعمود ذات نفسه، من وين بيجيك الاستوحاء ده يعني؟
والله طبعا الاسم مهم جدا لانه بيختصر لك الموضوع او بتنتقل اسامي. يعني الاسامي مرات بتجيك يعني زي ما انت مثلا يكون عندك طفل جاي او كده فجاه كده يجيك اسم يعني ما حكايه بتاعت انا افتكر انه هي حاجه مرات تخضع لانك تدرسه وليه تعملها كده وكده ما بتكون تلغائيه. يعني الحاجات دي جات في وقتها مثلا انت بتكون دار تكتب عمود ما قعدت عليه مثلا انك فكرت قبال سنه ولا حتعمل شيء لا مثلا مطالب من اداره التحرير انك والله انا بداياتي في العمل دي في ناس مثلا اداره التحرير تقول لك يا اخي اكتب لنا عمود الليل هنا طيب اسميه شنو هنا لحد الساعه 7 بيجيك اسم طاير كده وانا بكون حريص جدا اني التقط اسماء من بيئاتنا من مجتمعنا بتعكس الانسان الشخصيه السودانيه بعمته وبسمرته وبعيون العسليه وبحاجاتنا في الشارع. يعني ما حاجات نحن الان بدينا يا بشيبة الحاجات ممكن تطلع مننا وتجينا مصدره بلغه ثانيه لكن هي ذات نفسها منها. هي ذات نفسها. شارعنا السوداني ده غني جدا، بيتنا السوداني غني جدا، اسرتنا السودانيه، علاقاتنا ونساتنا، نحن المجتمع الوحيد اللي بنتونس في الشارع، زول بتعرفه ما بتعرفه بتتونس معه، في الحافله بتركب بتتونس مع زول، بتفتحوا موضوع تتناقشوا، ممكن تمشي زول مطعم بتاكل براك زول يقول لك يا اخي نحن اللي بناكل بتاكل، دي كل الحاجات دي بتاكد ان احنا شعب حواري، شعب عنده القدره انه يناقش في اي موضوع. وفي مهم حاجه مهمه جدا يعني زمان انا افتكر دي برضو حاجه للسودانيين انه زمان بيقول لك يا ابو شيبه العالم الغربي انه بيحتضر انه الثقافه او التحضر في انك تتخصص في حاجه واحده وكل ما كانت دقيقه كل ما انت كان عطائك فيه اكثر. السودانيين بطبيعهم تلقاهم ممكن يتحدثوا في الرياضه ويدوك معلومات وقوانين ويحدثوك عن الفيفا والكاف وجكس عمل شنو والدين ويصلوك لحد ناس نزار حامد وبيشا. في السياسه ممكن يناقشوك في اللواء الابيض ويناقشوك في داعش وبثقافه وبمعلومه يعني ما حكايه بتاعت مشابهه ساي. في الفن يحدثوك عارفين متاكد من المعلومه او واثق منها واثق منها. دي اتعكست الان في التعامل في الان الانسان اذا كان ما مدرك في الثقافه وفي الرياضه وفي السياسه ما بيقدر يتعايش. انت الليله بتكون خاشي في جروب بتتفتح مواضيع سياسيه لازم تعلق لازم تقول لازم يكون عندك راي في الرياضه في حتى في التناقل. انت بتكون بتحضر قاعد في البيت بتحضر في قناه رياضيه اتنقلت منها جات دعايات وجشوت مشيت تابعت لك حوار مشيت تابع دي كلها بتدي انه الانسان السوداني تشكله اللي كان زمان وكان العالم رافضه والان طلع حقيقه انه والله يكون فيه طيب التشكل. من اول من يقرا لك ويقول لك يا حصل والله كتبت كده وعملت كده من؟ والله طبعا انا عندي اصحابي بيقولوا لي وبكونوا حريصين انه والله يا محمد حاصل كده والله انت عملت كده. اورد مثلا هيثم علي السنوسي له تحيه في شندي المهندس الزراعي مثلا عبد الفتاح البشير قاعد الان في 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 كريمه مثلا حتى الاسره في البيت مثلا في اخواتنا تعليقاتهم عندهم برضه ثقافتهم وادراكهم بالحاجات اللي بنعملها مثلا ومتابعتهم للرياضه يكونوا حريصين وفترة التواصل بقت متاحة انه زول يعلق لك والله يا اخي حاصل كده كده. لكن انا ما بكون حريص اني يعني اكفي نفسي في 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 في, في التعليقات استنى ردود الافعال لانها دي بتكفي لك في حتة معينة بتبقى انت حبيس انك تكون تجيب رد فعل او حديث انه كده لا الحاجة مرات ما قد ما تعجب الزول قد ما تعجب الجهة لكن يكون فيها رسالية. يعني ما حكاية بتاعت انه والله يا اخي يا بشيبة ده كل يوم يقرأ لي وكل يوم دار يتبسط مني لا يا بشيبة انت بكرة حتجي ولا حتكون لونية واحدة أي ما تتفق معي عادي جدا انه والله يا اخي كده. انا ذات مرات ما قد ما اتفق في مواضيع مثلا يقول والله مفروض تكون كده ومفروض كده ده كلها في شكل التنوع والتثقف وانك تقدم طرح مختلف يعني. طيب استاذ محمد يعني انت يعني كتابتك في الرياضة ربما هي الأشهر يعني أصبحت معروف بها كثير جدا يعني لكن ربما كثيرون يسألون هل محمد عبد الماجد له علاقة بالرياضة؟ من خلال معلوماتي عرفت أنك كنت حارس مرمى ولعبت درجة يعني في فريق هلال شندي وهل مع علاقة الهلال شندي وعلاقة الهلال الخرطومي ربما دفعك لحب الهلال في الخرطوم أو العلاقة بالرياضة ذات نفسها يعني؟ والله بالتأكيد نحن يعني أنت معلومات يعني انا ما قايل انا يعني الحاجات دي ممكن تتعرف لكن هو حكايه حارس مرمى دي انا كنت دارسها برضه لكن انا افتكر انه الرياضه يعني عشان امارس رياضه كتابه او اداره او قياده او اي شكل من الاشكال لازم تكون مريت بكل المراحل. يعني زمان بيجي يقول لك اللاعب والله انا بديت بكره الشراب طبعا اذا بقت ما في حكايه بتاعت كره الشراب الان لكن الى الان لعيبتنا بيمسكوها لك
يقول لك انا بديت من نعمه اظافري هلالابي او من رقابي وبديت بكره الشرف. نحن بدينا في 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 في, في الدافوري في ميدان الحله. الدافوري ده ميزته انه بلم كل الاعمار، ما بتاعت مثلا ناس في عمر معين. ايوه بيجيب لك ناس كبار في السن، ناس صغار، وفيه والحوار فيه اكثر من الكوره، حتى المصطلح سوداني بحت يعني. ايوه التعليقات وجون المغربيه وتجي مغبر وتجي مرات مكسور وتجي مردوخ ومرات يكون عندكم بارد. المغربيه يساوي 100 ويساوي 100. ايوه فانا لعبت حتى لو انت في الدرجات، لعبت في النهضه شندي، ما كانت في الروابط، صعدت الثالثه، صعدت الثانيه، لعبت في هلال شندي، لبست شعار الهلال يعني ما بكتب ساعه ابو شيبه. وهلال شندي من الفرق العريقه يعني، هلال تسعه من الفرق شندي فوق. قعدت حضرنا المحاضرات بتاعت الكوره وقفل كويس وطلع مع الهجمه كل التفاصيل بتاعت الخطط الزمان دي كان الناس بيلعبوا بيها دي. الى الان المتابعه فيه، تتابع الدوريات الاسبانيه، الدوري الايطالي، الدوري. لازم عشان انت تقدم ماده لازم تحترم الماده اللي بتقدمها دي، ما تغش الناس يعني. لازم يكون عندك معلومه، عندك تدعب تجتهد في الحاجه اللي بتكتبها عشان يكون عندها وجود على الاقل يعني عند الناس. طيب يعني برضو اصدقاء الطفوله يعني ذكر الدافوري او ذكر الدافوري والحله واللمه، ربما اصدقاء الطفوله دائما بيكونوا بيستمروا احيانا واحيانا لا يستمروا. بتذكر منو من اصدقاء الطفوله اللي كانوا معك في الدافوري وكانوا معك في مراحل سنيه مبكره جدا؟ والله طبعا يمكن السكه حديد خلقت فيناتنا انه حتى صداقتنا وصحبتنا تكون فتره معينه ويتنقلوا، يا تتنقل انت يا يتنقلوا هون. لكن مع ذلك في يعني في شندي في اسامي خالد، في اسماء يعني هيثم علي السنوسي، مهندس زراعي، عبد الفتاح البشير غادي، عبد الرحمن هارون، اسامه خليفه، دول كله الناس، كمال جمعه، ابو بكر علي مهندس، احمد عنان، كل هذه الاسماء قروا معانا وبنتناقش والان بنجتمع. ولما يجمعنا الان صحن فول ولا صحن فته بنكون نحن اسعد من صحن من ضلعه تاكلها في حته ثانيه مثلا او بو في مفتوح او كده. بيكون في مدعى، في مناقشات، في الصور القديمه، في المقالب اللي بتحصل بين الناس، في الاشكاليات، في المواقف، كثير من 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 المراحل ما زلنا نحتفظ عاشوا معك التفاصيل دي كلها بالتاكيد. طيب نحن يعني برضه في الصحافه محمد تعرف انه الكتابه الرياضيه عندك مميزه جدا، لكن في كتابتك للفن، الرياضه، للسياسه، للفن والرياضه يعني برضه ايهما ياتي اولا، السياسه ام الرياضه ام الفن؟ شوف يا ابو شيبه، انا الكتابه الرياضيه هي كتابه جماهيريه يعني ردود افعال وبتعتمد على العاطفه، لكن فيها ميزه انه التفاعل بتاعها كبير وانه فيها قبول للراي الاخر. يعني انت بتكون بتناكف في 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 في, في الاتجاه الثاني بيقبلوا رايك مهما يكون قاسي ومهما يكون عنيف ومهما يكون ساخر، لكن بتلقى الحكايه ماشيه. هلالابي من رخابي، في نغاش، في صداقات، في كده. دي الحاجات دي شلناها نحن من الرياضه، الروح الرياضيه دي شلناها وحاولنا نطبقها في المجال الثاني، مثلا في المجال الفني، في المجال السياسي. الكتابه السياسيه بتكون محتاجه لعمق اكثر يعني، بتمس مواضيع اكثر حساسيه، ممكن تدخلك في اشكاليات اكثر يعني. في الرياضه مهما تكتب ومهما تقول الطرف الثاني بيقبل الراي الاخر يعني، لكن السياسه ممكن يكون فيها محاكم، ممكن فيها اعتراضات، لكنك رجل قانون يعني. دي برضو زي ما قلت بيل فادتنا دافع كبير جدا وطلعتنا من الحكايه. الكتابه الفنيه فائدتها انها بتخلي بيناتك علاقه بينك وبين المبدعين يعني. انت انا سعيد جدا اني اتعلمت كثير، ان اتخيل لي من اني قعدت مع محمد الحسن سالم حميد، اتعلمت كثير اني قعدت مع شربت مثلا كوبايه شاي مع محجوب شريف يعني. دي هؤلاء الشعراء الكبار ربنا يرحمهم ويغفر لهم. دي اكثر من انك اقرا لي محجوب شريف مثلا ديوان او احفظ له يعني. لما تقعد مع الناس دي وتشوف سلوكهم وتشوف تعاملهم عالم مدهش. اذا ماذا عن محمد الشاعر؟ يعني انت من حارس مرمى لشاعر. انا في كتبت، انا اقول لك قبال الصحافه عشان اوريك انه الكتابه هي اصلا فيني. انا كنت كتبت قريب لل 20 دفتر يعني. الدفاتر الزمان بتشتريها من المكتبه بتاعت اليوميه، واكتب فيها خواطر، اكتب فيها شعر، اكتب فيها مختارات، والى الان موجوده يعني بعضها امارسها واكتبها، وقد يطلع عليها زول وقد ما يطلع. الشعر برضو كتبته في فترات كثيره، يمكن يكون عندي اكثر من 600 700 قصيده.
وبكتبها. لكن الان مثلا انا بعدت من الحكايه دي ليه؟ وما المفروض الان بيعتبر نفسي انه انا بموقعي او مثلا بكتابه في الجرايد او كده كاني بفرض حاجه. انا لو عرفت مثلا اني بكتب شعر وكده كان اوكي، لكن لا، انا دخلت الصحافه يبقى اني ما افرض حاجه على الغاري مثلا، انه والله يا اخي انا بكتب شعر، ولا يجي يقول لك يا اخي زول ده شنو بنصدر لنا ده كمان، ده يبقى لنا شاعر. ما برضه في حاجات. طيب ماذا تخفي من هذه المشاعر الشعريه للوطن، للمراه، للهلال؟ شوف انا عشان اوريك انه برضه عندي الاراده، والزول مهم جدا انه لما يكون عندك حاجه تدافع عنها وتشاكل عنها وتمشي. انا عندي قصيده كتبتها وقلت لازم يغني عليها عثمان حسين. اذكر لي مطلع منها. بذكر لك مطلع، وسافرت وجيت عندي وقعدت، ويمكن في صوره من الصور انا قاعد مع عثمان حسين وهو بيمضي علي في الورقه. القصيده يا 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 بشيبه اسمها بعد الغياب، اللي هي بتقول: يمكن يلاقي الشوق علي يغفر لي ساعه الغياب، او صدفه في الاحزان يطل يلقاني تايه في العذاب. لو شفته يا ناس علي عينيه بس فيها الحراب، والنظره لو ما رقته مليانه دائما بالعتاب. انا دي القصيده دي قلت ساهرت بيها وقعدت وبتواضعها او بالحاجات اللي فيها قلت يغنيها اعجابا مثلا بعثمان حسين، ويغنيها لي عثمان حسين بنجوميته بانه زول كبير وزول فنان ما بيرفضك يعني، هاي وكويس وكده وشاله مني واكتفيت بذلك يعني. حتى لو غناه او ما غناه او لحنه، لكن كوني اجي اقعد ضد مدافع كبير جدا خلتني اني اكون اكثر جديه واكثر التزاما مع النصوص اللي انا بكتبها. طيب على ذكر يعني احنا في نهايه الحوار، وعلى ذكر الرواد من السوداني في الفن السوداني، يعني الآن غياب كثير من الرواد، هؤلاء الرواد، في تحليلك الفني هل غياب هؤلاء الرواد عن الساحة الفنية، هل هناك فراغ أصبح في الساحة الفنية السودانية؟ وغياب يعني هؤلاء الرواد ربما برضو ساهم بقدر كبير، غياب بعض الألحان الجميلة، غياب الكلمات ذات نفسها في الشعر وفي اللحن أيضا، كيف تحلل هذا الواقع؟ بالتأكيد يعني لما يغيب زول عادي بيترك فراغ، رحيل وردي، رحيل زيدان، غياب الكابلي، دي الكواكب دي والاغمار دي والاسماء الكبيره دي صعب جدا انه يجي خليفه لها، يعني صعب يعني. حجم الاسم وعبقريته وابداعه بيخلي انه خليفه له او انه تسد الخانه دي تبقى صعبه. يعني انا اقول لك حاجه يا 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 بشيبه، مثلا عثمان حسين ده وانا طفل عمري مثلا 6 سنين 7 سنين، اول حاجه خلتني انتبه له انه زمانه في سكه حديد كان في زول عامل شغال في الدريسة، زول من ناس البقارة يعني. العامل ده بيشتغل وبيحفر في السكة وبيجي تعبان وبكونوا بيضطرولي وحاجات السكة حديدة اللي بيعرفوا ناس السكة حديدة دي تعبانين، وبشيل فطور في الكورية واللبن وكده. لما نيجي الساعة 3 أو الساعة 2 راجع من الشغل، أول حاجة بيعملها وأنا في الوقت ده بعين لي عنده شنطة حديد، بيفتح شنطة الحديد بيطلع لي شريط بتاع كاسيت بينفخه كده، الشريط والمسجل القديم ذاك اللي بتدوسه كده الباب يجيك ناطي، بدخل الشريط كان بيجي الصوت اللي بيطلع علينا ده، شوف الزول الاهتمام ده والتعب ده بيطلع صوت منه، كان بيطلع لنا صوت عثمان حسين: انا مالي والهوى وما بصدقكم. الحكايه دي خلقت عني عندي اني افتح صفحه كبيره جدا في دواخله. انا في الوقت ذاك لعثمان حسين انه الزول حتى لهجته ما كانت عربيه بصوره، انا عنده لكنه لكنة شاقية. لكنة شاقية. فضل الله محمد، أنا برضو من الحاجات أنا بكون حريص جدا إني أقعد مع الناس دي، عشان يعني من الحاجات اللي حكاها مثلا فضل الله محمد لنا، حكى لي قال إنه لما أنا كان في مدني وهو طالب كان بيدرس هاشم ضيف الله الإعلامي والرياضي المشهور المطبوع والمعروف المطبوع، لفت الأيام وفضل الله محمد برضو جاء قرأ قانون بالمناسبة في جامعة الخرطوم، وجاء يتخرج واشتغل فضل الله محمد في الصحافه، وبقى رئيس تحرير صحيفه الصحافه اللي كان فيها هاشم ضيف الله رئيس القسم الرياضي. فضل الله محمد بيحكي عن الموقف ده، قال انه الصباح لما يكونوا قاعدين اسره التحرير وكده، ده كان ناظر في المدرسه، الان هو رئيس تحريره اصغر منه سنا وفضل الله محمد شباب وخبره، قال احساس انه هو مدير المدرسه، هو الاستاذ وانا الطالب لم يفارقني نهائي حتى وانا رئيس تحريره فيه. الحاجات دي فيها 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 علوم وفيها فيها بحوث وفيها الناس بتعلم الحاجات كثيره جدا. يعني انه مثلا محجوب شريف، يعني ده انا اتخيل لي انه الناس البره دي للمبدعين، وناس اللي بيدعوا للسلام والبيدعوا للمبادئ والبيدعوا للقيم والبيدعوا للوطنيه يا ابشيبه، بيكون في جاب بينهم وبين الحاجه النص اللي بيكتبوها لصالح النص، انه بيكون حاجه خياليه كثير. لكن
عم محجوب شريف النصوص اللي بكتبها دي هو أبعد منا شفافية وأبعد منا وطنية وأبعد منا إنسانية. بنفس القدر محمد الحسن سالم حميد يعني دول نقل لنا المفردة بطعم البلحة يعني أنت إذا بطبيعتها بطبيعتها إذا قريت نص لمحمد الحسن سالم بتشوف النيل وبتشوف قدامك وتشوف النخلة وبتشوف البلية. لكن أستاذ محمد يعني السودان أرض خصبة أيضا لكثير من المبدعين. شكرا جزيلا لك، سعدت جدا عبر هذا الحوار من مساء الخير يا أمير، كنت أمير هذه الحلقة وأمير هذا المساء، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا أمير وشكرا لقناة أم درمان وكل الناس اللي تابعوا معانا وحضروا، وتحية خاصة برضو للأستاذ حسين خروج، تحية لصباح محمد الحسن ولمشاهدة قناة أم درمان، ونتمنى لكم التفوق ومزيد من التألق يا أبشر إن شاء الله. شكرا لك. شكرا, شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقتنا من مساء الخير يا أمير، حلقة من الغلاف الغلاف أو حوار من الغلاف الغلاف مع الكاتب الصحفي المعروف محمد عبد المنعم. حتى أجد ملتقي لكم في